ثمانية ركاب في السيارة تحميل فل. الآن داعس للأخير. ويا هلا والله، يا مساء الخير. المفترض اني اغطي هالسيارة وخلاص، لكن فجأة كذا صارت في طلعة لفين؟ للطايف، عشان نجرب لكم السيارة في الهدى ونشوف اداء السيارة، بحكم انها سيارة عائلية فشيء اكيد ايش انه حتسافروا بهذه السيارة مع العائلة وكذا ومن هالكلام. فقلت يلا توكلنا على الله. طبعا ما كان عندي اي نية، بس واحد من الشباب في مكة الله يعطيه العافية قال لي ابو نهال انا شايف انت مصور في السناب السيارة عائلية وفخمة ومقعدة زي الطيارات وحركات، تعال يا ابوي خلينا نروح نجرب السيارة ونطلع الطايف مع هالاجواء الحارة وزي كذا، نغير جو. شوف درجة الحرارة كم، 38، ومن نشوف السيارة أداء التكييف وكل شيء. فتوكلت على الله. طيب شبكت الكار بلاي، شوف التصميم كيف، معروف، بس قلت أصور لي طال السريع. طيب مع هالحرارة والشمس أنا إيش حط التكييف على 1 دفعة فقط، وعلى 19 درجة الحرارة وتبريد المقاعد درجة واحدة، فالأمور تمام. طيب مشغل القيادة الشبه ذاتية ومثبت السرعة، الآن على سرعة 99. قلت أصور لكم العزل من بداية السرعات. الآن 110، قربنا 110، بس السيارة طبعا راح تهدي مجرد ما تشوف قدامها سيارة أو شيء زي كذا يعني. طب الآن على سرعة 110 تماما. طيب نشوف السيارة في المنعطفات كيف. أول شيء مسكت فرامل، ثاني شيء حلو. طبعا أنا أبقي يدك على عجلة القيادة. طبعا النظام هذا يطول معاك ما يطول على حسب، يعني إذا ما في سيارات والطريق فاضي وسيدة عادي ممكن النظام يشتغل معك لمدة دقيقة وأكثر كمان، لكن إذا لا الطريق فيه منعطف وسيارات وزي كذا فحتقول لك امسك الدركسون كل فترة عن فترة زي كذا. طيب الآن قبل شوي كان الطريق ناعم، الآن الطريق خشونة متوسطة، راح نزود السرعة، راح نحط 130، سرعة الطريق 120، بعض السيارات تقدر تمشي 130، بعض السيارات 133، فكل سيارة لا حسبتها، لكن أنا دائما أعتمد السرعة هذه نسبة زيادة معينة والأمور تمام. طيب الآن ثبت 133، ححط الإشارة وبعدين انطلق يا مدير. طبعا انا مستعد امسك الدركسون، بس النظام الان هو اللي جالس يتحكم بالسيارة. فايش رايكم كعزل ارضي صوت الهواء؟ انت كسائق كمان حتنبسط ترتاح، قيادتها مريحة ممتعة ما في اي مشاكل، والركاب عالم ثاني، ركاب بعد هم اللي يدلعوا صح. طبعا مهم جدا تعرفوا الضغط. دقيقة. شوف الان على سرعة 130 الضغط فوق 2 وحاجة الضغط، عشان تكونوا عارفين لان الضغط مهم جدا في مثل هالسيارات، فعشان تعرفوا الماكينة مرتاحة ولا لا. طيب الان في طلعة، خلينا نشوف. طبعا انا مثبت السرعة فبنشوف الـ RPM ايش وضعه. تمام،
الان كام على الثامن، حطيت على الثامن، حلو ماشي ماشي على الثامن والسيارة شاد. الان رجعت السيارة لوضعها الطبيعي الاوتوماتيكي. طبعا اذا حابين انتو تحطون على الوضعية العادية من هنا عن طريق الشيفترز، بحكم انه هنا ما في تبتروني. توي اكتشف ان النوافذ الامامية دبل جلاس، شوفوا. وهي واقفة يعني، وصورت لكم وهي ماشية. الحمد لله الان انا وصلت مكة. طيب الان متجهين ان شاء الله الى الطائف، اخذنا الشباب كلهم. شوفوا هنا الجمرات، كنت اصور لكم كذا بما اني مار من هالمكان. دقيقة الشباب شوفوا هنا. والله فل فل، العدد 8 الان مو 7 ترى. بس كيف مرتاحين بالله؟ طيب انا بالعاني خليت السيارة تفضي بنزين من الاخر، زي ما تشوفين المدى 0 0 0، فبنعبي بنزين فل. الان حنشوف كم الفل حقها والمدى وكل شيء، وبعدين نقيس الاستهلاك. السلام عليكم. اخضر فل. طيب المهم، ما في زر للتانك ولا شيء، مجرد تفتح التأمين وتضغط على الغطاء بيفتح معك الغطاء وتعبي البنزين. طبعا سعة التانكي 75 لتر وبنزين 91، فحنشوف الفول حقها كم الان. طيب الان المدى 541، عبينا فول. كم فلوس كم لتر؟ 160 ريال. كم لتر؟ 73 لتر؟ 73 لتر. واهم شيء نصفر العدادات. طيب الان وصلنا نهاية طريق الهدى المعروف بطريق الكر. بس ما شاء الله اللي لاحظ، احنا الان مو 7 ركاب، 8 ركاب في السيارة، تحميل فل بدون اغراض طبعا. بس لو تلاحظون هنا الطبلون، شوفوا حاطين على وضعية السبورت، الحرارة تحت النص، وهذه الحرارة الطبيعية للسيارة. الجير وضعه مرة تمام. ردة فعل السيارة مع المرتفعات لما ندبل الدعسة، شوفوا بشكل عام كأداء السيارة ما في أي إشكالية أو ملاحظات، وكثبات في المنعطفات برضو ما في إشكالية كسيارة عائلية. بس أحلى شيء إنه إيش، لما ندبل الدعسة السيارة تستجيب، الجير ما يفصل أو إلى آخر. شوفوا الآن داعس للأخير. طيب وصلنا مكة خلاص. الشباب مو راضين ينزلوا، يقولوا يا ابو نهال هذه السيارة سيارة خطوط ونوم، ودنا نطول الرحلة وننام كلنا، مسكين سائقنا العزيز رايح فيها، سوهم فينا خير وماكل هوا. طيب الان راح ارجع السيارة. طبعا امس رجعت من الطائف تعبان وزي كذا ونمت، واليوم يوم جديد وراح ارجع السيارة. بس حبيت اصور لكم المدى الان بالبنزين الموجود، اقدر امشي 255. واول ما عبيت بنزين امس حتى الان مشيت بالسياره 283 استخدام شاق، يعني طول الوقت وانا داعس بالسياره للدرجه، الان حاط على السبورت تمام. ومستمتع بالسياره. هي تانكيها 75 لتر، فنص التانكي 35 36 37 ونص لتر، فاضرب على 37 لتر 37 لتر على عدد الكيلومترات حتعرفوا الاستهلاك بالضبط قديش بنزين 91. فاتمنى الفلوق نال على اعجابكم، اقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وكن مبتسما دائما في امان الله.